شو أجمل ما حصل معك ب 2021؟ بص، هو انا كل يوم بيعدي عليا بيبقى اجمل حاجه ان اهلي بخير، الحمد لله، يعني بصحه وبخير ومبسوطين وقادر احافظ لهم على حياه مستقره، فده الحمد لله عليه. اجمل حاجه حصلت في 2021، لازم اقول، ما عشان انا صريح فمش عايز اكذب، بس هقول لك على حاجه. اجمل حاجه حصلت في 2021 ان انا قابلت الشخصية اللي حبيت وقررت ان انا اكمل معاها حياتي وحبيتها. فما كنت انا، يمكن ما بعد ما قابلتك اكتشفت ان انا ما قابلتش او ما حبيتش في حياتي كلها. حلو، خبر اكسكلوزيف اهو، يعني بص، المفروض بعد الحلقة تديني فلوس عليه، بس فده اجمل حاجة فعلا حصلت في 2021، خلت حياتي بقت احسن. طيب أسوأ ما حصل في 2021؟ اسوأ ما حصل في 2021، ما ممكن ما اقولش، عشان لو قلت هبقى بكذب بصراحة. طيب تمنيات 2022؟ تمنيات 2022 ان انجح في شغلي، وعندي تارجت في شغلي سواء كمذيع او كممثل او كفي البيزنس اللي انا عامله في مصر، واللي ان شاء الله هيكون في مصر ودول تانية، يعني اني ابقى ناجح في حياتي العملية وحياتي الأسرية. أنا بفكر إن في 2022 إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله يا رب، يبقى في استقرار في حياتي عائليا أو أسريا، فإن شاء الله يحصل. بس معايدة لجمهور لايف ستايل، معايدة يعني أقول لهم كل سنة هم طيبين، معايدة على ذوقك، معايدة على ذوقي. كل سنة وانتم معانا، كل سنة وانتم بتفرحونا بالفيدباك بتاعتكم، كل سنة واحنا معاكم على شاشة MBC1. حقيقي جمهور لايف ستايل او جمهور MBC جمهور محترم، وانا بثق في آرائه وبثق في ردود فعله والفيدباك بتاعته على كل البرامج او المسلسلات اللي بتحصل. وتقريبا يعني انا حتى قبل لايف ستايل كل حاجه انا اشتغلت فيها اتعرضت على MBC1 او MBC بقنواتها، سواء MBC1 MBC4 MBC مصر. يعني المسلسلات بتاعتي اتعرضت على MBC وشاهد، والبرنامج كمذيع اتعرض على MBC. فانا بشوف ان انا منتمي لاسره MBC ككيان وشركه او مجموعه MBC او كجمهور MBC. فدايما بشوف ان نجاحي جمهور MBC ليه فضل عليا فيه، فبشكركم، وكل سنه وانا معاكم، وكل سنه وانتم موجودين في حياتي، وان شاء الله موجودين مع بعض، ويا رب كل سنه تبقوا انتم بخير وصحه وسلامه.